الحديث مع نجم من نجوم الكوميديا الشباب دايما بيجرنا للسباق المحموم حوالين الأفلام والإيرادات والنجاحات، ولكن هل يمكن أن يكون الحديث حوالين حاجة أهم وأبقى وأكبر وأعمق؟ النهاردة الحقيقة نجمة حلقتنا النهاردة اسمها فتحية محمد علي، مواليد القلعة القاهرة. فتحية محمد علي هي اللي أنجبت 6. مين اللي هيتكلم النهاردة عن نجمة الحلقة فتحية محمد علي؟ هيتكلم عنها ابنها النجم الكوميدي الشاب أشرف عبد الباقي. أشرف، ماذا تمثل بالنسبة لك فتحية محمد علي في جمل واضحة من قلبك؟ يعني هي بتمثل الأم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الأم اللي يعني تحملت مسؤولية وربت وأدت رسالتها على أكمل وجه، الله يرحمها. يعني بتمثل أغلى حاجة في الوجود طبعا. الست دي أمي.